معلش انا مش هطول عليكم. هناخد بقى مثلا طبعا زي ما اتفقنا، انا في اولى ابتدائي هيديني رقمين، ثانيه ابتدائي هيديني 3 ارقام، ثالثه ابتدائي هيديني 4 ارقام. احنا هنتعلم احنا كمدرسين هتعلم ازاي اقرا نمبر كبير من الاخر، لانه هيوصل لحد سنه رابعه يقول يديني رقم زي ده. فانا اعرف بقى النمبر كله بيتقري ازاي، وحسب المرحله اقسم بقى. يعني مثلا ده يا جماعه زي ما اتفقنا اسمه ونز، اختصارها بقى او، ده تنز ده هاندردز، طب ده برضه اسمه ونز تنز هاندردز، ده ونز تنز هاندردز، خد بالكم الكلام ونز تنز هاندردز. ده ونز تنز هاندردز. بص يا جماعه انا اقول لكم، اقول الكلام ده بالانجلش ازاي؟ انا اقول للولد ايه؟ Who can read this number؟ فطبعا في عيال هتعرف يعني، لا هم اللي قالوا مين؟ first put a comma after each three digits. بص بقى الحته دي، اقول له ايه؟ بص الكلام اللي انا هقوله مش هيتكتب على السبوره يا جماعه، هقوله للعيال. اقول له ايه؟ first put a comma، كوما يعني فاصله، after each three digits بعد كل 3 ارقام. بص يا جماعه منين بقى؟ from right. ليه؟ لان ممكن عيل يقوم بادئ لك منين يا جماعه؟ يبتدي يحط كوما بعد هنا من الشمال. لا انا عايز من اليمين. 1 2 واقول له كده، بص 1 2 3 كوما، 1 2 3 كوما، 1 2 3 كوما. لان ساعات الرقم يا جماعه بيجي ناقص ليه؟ انا لو عديت من الشمال هيبقى غلط. تمام؟ تمام. يبقى انا اقول له ايه يا جماعه؟ اقول له first put a comma after each three digits from right. تمام، حطينا كوما بعد كل 3 digits from right. اقوم قايل له ايه بقى يا جماعه؟ اقول له ايه؟ بص بقى يا جماعه، في كلمه عايزها على لسانك على طول انت وانت بتشرح يا جماعه، مش طول ما انت بتتكلم تلاقيك عمال تقول لعيال كلمه عشان كده، عشان كده هنودي الثري الناحيه الثانيه باشاره مخالفه، عشان كده مش عارف هنرتب الارقام ال 17 هتبقى قبل ال 19. كلمة عشان كده دي كلمة سهلة جدا، اللي يخليك تقول عشان كده بالعربي قول له كلمة سو. سو دي يعني عشان كده. كلمة بسيطة اهي وابقى بتكلم انجليزي. مش كده؟ فدايما يا جماعة على لسان الكلمة دي سو. أنا عايز أقول لهم إيه؟ أنت بالعربي بتيجي تشرح دي إزاي يا جماعة؟ أقولها بالعربي الأول بعدين أقولها بالإنجليزي. أنت بتقول لهم يا أولاد حط فاصلة بعد كل 3 أرقام من اليمين. وسيبك يا جماعه، في ناس بيحط شرطه مايله كده، بلاش الشرطه المايله دي، ساعات العيال بيعدلها فبيفتكرها واحد بعد كده، خليك في الكوما افضل. حتى انت لما تدرس مناهج انترناشونال في الامريكان والاي جي وحتى في المنهج المصري دلوقتي بيحطوا كوما، ما بيحطش الشرطه المايله دي، بلاش. تمام؟ فاقول له ايه؟ انت بتقول للعيال بالعربي ايه؟ بتقول لهم يا اولاد حط فاصله بعد كل 3 ارقام من اليمين، دول احد عشرات مئات. دول احاد وعشرات ومئات، بس دول اسمهم ايه يا اولاد؟ الاف. مش تقول كده الاف يعني thousands، ودول يا اولاد احاد عشرات مئات بس دول اسمهم ايه؟ ملايين. مش الكلام ده، خد بالكم يا جماعه الكلام انا عمال اقوله بالعربي هنقوله بالانجليزي كله دلوقتي ولا كلمه عربي. ودول يا اولاد اسمهم ايه؟ احاد عشرات مئات بس دول في خانه المليار. مليار يعني مليون، مليون يعني مليون عادي، 1000 يعني 1000 عادي جدا. طيب هو ده اللي هقوله، هقول لهم first put a comma after each three digits from right، قلت له comma بعد كل 3 ارقام من اليمين. بعد كده تقول لهم ايه بقى؟ ones tens hundreds، ده اللي انت هتقوله. الكلام ده انا ده كاتبه ده يا جماعه، انت هتقوله مش هتكتب على السبوره، بنبه حط لك جنبه ستار كده، انت هتقوله مش هتكتب على السبوره اصلا، يعني انت هتقوله مش هتكتب على السبوره. هتقول لي قال ايه؟ وانز سو بقى، كلمه سو دايما لازقه في كلامك كده سو، عشان كده وبشاور بايدي طبعا. وانز تنز، وانز تنز هاندردز، وانز تنز على الثلاثه اللي بعدهم بقى، وانز تنز. انا بكتب لكم بس الكلام عشان وانت بتراجع تاني مع نفسك
ones tens hundreds، بس اقول له بقى عايز اقول له ايه؟ ولكن في الالاف. اقول له بص يا جماعه but thousands، يبقى انا بقول له ايه؟ so عشان كده ones tens hundreds ones tens hundreds but thousands ones tens hundreds but million ones tens hundreds but million but million. سو عشان كده طبعا انا ما كملتش بقى مليار والكلام ده. سو سو وي كان ريد ذس نمبر، نقدر نقرا الرقم ده از از يعني كالاتي. عشان كده احنا نقدر نقرا الرقم ده كالاتي، وتبتدي تقراه له بقى. بتقراه ازاي يا جماعه؟ 247 مليار. تقرا الرقم بتاعك يا جماعه او العدد بتاعك عادي جدا، يعني لما تيجي تقرا الحته دي كانك مش شايف دول خالص. النمبر ده في الطبيعي يقرا يا جماعه، مش يقرا 247، اقرا بس حط لي بعد كلمه مليار بس. ما يلي بص بقى 247 مليار وتحط كوما. الاجانب يا جماعه بيعملوا ايه؟ لما بيكون عنده كذا حاجه، انا عايز اقول احمد ومنى ومحمد وكرولس، احنا بنقعد نقول وا ورا كل كلمه، لا هما ما عندهمش كده. هو يقول لك احمد منى محمد اند كرولس، قبل الاخير حط اند، فهو ده اللي احنا هنعمله كده. دي تعتبر يا جماعه فاميليز او عائلات، فهو هيقرا العيله دي الاول، هيقرا 247 مليار حط كومه بس ما يقولش اند، يقرا الرقم ده لوحده ايه؟ الرقم ده لوحده يقرا 566، يقوم قاريه 536 بس يقوم جالس جنبها كلمه ايه؟ مليون. يقرا ده عادي، الرقم ده لوحده لو جاي لوحده يقرا 184,000 قبل الاخير يقوم قال اند، اند 273. يبقى لما اجي اقرا الرقم ده يا جماعه، واول بقى طبعا انا ده مثال بديه، احنا كتيتشرز بدي مثال، انت هتدي بقى الاف الامثله والشتات وتقوم ناس تقرا شفوي اه بالمره يا جماعه شفوي يعني اورال، اورال يعني شفوي، ريتن يعني تحرير، اللي خلينا اقول للعلم العربي شفوي وتحريري اقول لهم اورال وريتن. انا داخل بقى دلوقتي مدرسه مش فاهم ولا كلمه بالعربي، او في ديمو. ديمو يا جماعه يعني ايه ديمو؟ ديمو اللي هي المقابله مع مقابله المدرس الاول اللي هو السوبرفايز، مقابله السوبرفايز يعني سوبر فايزر، سوبرفايزر اللي هو المدرس الاول. لكن الميتنج الانترفيو سوري، الانترفيو دي اللي بتتقابل بقى وتتكلم على المرتب وتتكلم على الحاجات دي، دي مع صاحب المدرسه. انترفيو دي مقابله، يعني ممكن نقول مقابله شخصيه بقى. لكن الديمو ده هو اللي انا ايه؟ انا رايح اعمل ديمو. يقول لك يا ناس انت عندك ديمو يوم الثلاث، اختار لنا درس واشرحيه. انا اخترت درس النمبرز. طبعا اول ما ادخل يا جماعه مش هقوم داخل كاتب النمبرز وادوس بقى في الـ، لازم في طبعا صباح الخير ازيكم احنا النهارده هناخد كذا، مش بتعمل كده مع العيال، ما انت معتبر الناس اللي عدلك في الديمو على انهم طلبه. فانت طبيعي اول ما تدخل هتقول لي يعني السلام عليكم يا اولاد او صباح الخير يا اولاد، النهارده هناخد درس الاعداد. ايه هي الاعداد دي؟ خد بالكم الكلام اللي انا بقوله بالعربي، النهارده هناخد درس الاعداد، ايه هي الاعداد دي؟ لو عندنا العدد ده هنقراه ازاي؟ مش انت بتقول الكلام ده؟ وبعد تقول لي عليه بصوا يا اولاد هنحط فاصله بعد كل ثلاث ارقام من اليمين، وده احد عشرات مئات، ده احد عشرات مئات بس ده في الالاف، احد عشرات مئات بس في المليون، احد عشرات انا عايز اقول الكلام ده كله بالانجلش من طقطق لسلام عليكم زي ما بيقولوا. انا دخلت كتبت طبعا كلمه ماث اللي هي رياضه، كتبت النمبرز، كاتب الديت هنا اللي هو التاريخ. هبتدي اقوم قايل للعيال ايه بقى يا جماعه؟ بعد تلاقي العيال اللي عمال يضرب في بعض واللي ينط على الديسك، تقف شويه كده وتبص لهم. المهم عندي تكتب لي العنوان والتاريخ عشان لو موجه دخل او زائر دخل ما بيسميش عليك، يقول لك في
مر 5 دقايق يا استاذ من الحصه والعنوان والتاريخ مش موجود. لا انت خش قبل ما تسكت العيال وكاتب ده العنوان والتاريخ، وابتدي تبص لهم، تقف تبص لهم كده شويه باعجاب كده. هم طبعا هيبتدوا يحترموا نفسهم، لكن عمال يضرب زميله واللي بيشك زميله بالقلم والحاجات دي هيبتدوا ايه يفهموا. وممكن تلاقي العيال ساعات بتقف، وساعات في بعض المدارس العيال ما بتقفش، هم معودينهم ما بيقفوش، فعادي يعني مش فارق، بس غالبيه المدارس العيال بتقف طبعا. تمام، فهم هيقفوا، الوقف ده طبعا يعني احترام وتظبيط عشان يظبطوا البتاع ماشي. فانا اقوم كاتب نمبرز على السبوره، هم يقول لهم يا جماعه ايه؟ جود مورنينج، قال جود مورنينج ميس او جود مورنينج تيتشر، تو داي وي ويل هاف نمبرز. Today هبقى اكتب الكلمات دي يا جماعه بعد البورد دي. Today we will have numbers. يعني النهارده هناخد numbers. طب انت طبيعي لما بتقول لهم كده يا جماعه بتقولهم ايه؟ هي ايه هي يا اولاد النمبرز دي؟ ما تقولهمش what is the meaning of numbers. لو قلت له what is the meaning، meaning يعني معناها ايه بالعربي يا جماعه؟ هيقوم العيل قال لك يعني الاعداد. عيل رخم كده، لا. تقول لهم بصوا what about numbers؟ what about numbers؟ هكتب لكم الكلام ده كله يا جماعه تقلوش. يعني ايه هي الاعداد دي؟ بتتكلم عن ايه؟ او ايه الموضوع ده بيتكلم عن ايه؟ وات اباوت نمبرز؟ عايز اقول لهم لو عندنا العدد ده، if I have this number، if I have this number and we want to read it، وعايزين نقراه، هقراه ازاي؟ how can I read it؟ ازاي اقراه؟ طب انت بتقول كده بالعربي يا جماعه، بتقول لهم لو عندنا العدد ده يا اولاد وعايز اقراه، هقراه ازاي؟ هو ده اللي انا قلته بالانجليزي. If I have this number and I want to read it، عايز اقراه. How can I read it؟ هقراه ازاي؟ First الكلام ده بقى. First put a comma after each three digits from right. So one's tens hundreds، one's tens hundreds، one's tens hundreds، one's tens hundreds. بس هو انا بتكلم بقى معلش انا اسف. One's tens hundreds، one's tens hundreds but thousands، ones tens hundreds but millions، ones tens hundreds but million. So the number is، ممكن مش عايز تقول لهم we can read it as والكلام ده، ممكن تقول لهم so the number is على طول. So the number is 247 مليارد 536 مليون 984,000 and 273. وقوم كاتب لهم نمبر تاني، who can read this number، who can read this number، قاعد اكتب في ارقام. وطبعا هيعملوا دوشه، please keep quiet. ممكن على فكره في الديمو المدرسين والمدير والناس اللي قاعدين يعملوا لك الحركه دي على فكره. تلاقي واحد عمال ايه بقى، انا يا مس انا يا مدام، ما بيقلدوا لك الطلبه بقى. انت تقول لهم please keep calm، من فضلكم حافظوا على الهدوء، او keep quiet. Please raise your hand only. Please raise your hand only. هم عايزين يشوفوا الرياكشن بتاعك ايه بالانجليزي، وهتتكلم ازاي مع العيال، فهم بيمثلوا لك ان هم طلب عشان كده. تمام؟ وطبعا بقى يا جماعه هكتب numbers، who can read this numbers؟ واحد قام قرا، تمام؟ Excellent، thanks a lot. Sit down. طب جاوب غلط، ما هزقوش بقى، بص له كده بابتسامه، thanks a lot، يعني شكرا، sit down. another one، حد تاني بس. شغلانه مش صعبه خالص، ما تقلقوش يعني. طيب هسال سؤال ولكم حريه الاختيار، في حد يعرف يشرح لي الكلام اللي انا قلته ده تاني؟ عادي وانا اصلح معاك، يعني انا وظيفتي هنا يا جماعه ان انت تقول انا اصلحك، او عايزين تستنوا لما تذاكروه النهارده، بس خدوا بالكم ان شاء الله في بدايه المحاضره الجايه مش اجباري يعني يا جماعه، ولا درجات ولا مش درجات، هقول يا جماعه حد ممكن يشرح لي الدرس ده؟ انا عايز بس ايه يعني استفسار، استفسار صغير يا دكتور. اتفضل. بالنسبه للمحاضره اللي جايه، المحاضره اللي جايه هتبقى علوم، هتبقى ساينس ولا ماس برضو؟ لا هو في محاضره من التلات ماس، انا ما اعرفش، انا بتكلم على مادتي المحاضره اللي جايه. معلش انا ما اعرفش والله، يعني ممكن تسالوا فيها الاداره بتاع الجامعه او الاداره بتاع الكورس. فانا انا بس يعني انا ان شاء الله محاضرتنا الجايه يوم الثلاث الساعه 5 برضه، تمام؟ بس انا هعمل ايه يا جماعه، انا مش تمام يعني، انا اسف انتوا حضراتكم مش طلبه يعني، مش هقول لك ايه، مش هقول يا مس هدى اشرح لنا الدرس، يا مستر هاني اشرح، لا انا اقول يا جماعه بس ممكن حد يشرح لنا الدرس ده تاني بالانجلش،
فيقول نفس الكلام اللي انا قلته. الكلام مش صعب يا جماعه، انا هصور بس البورد دي عشان اقول ايه؟ اقول الكلام اللي هنقوله، الدباجه اللي هقولها دي يا جماعه هنقولها في جميع الحصص طول حياتنا، طول حياتنا. انت داخل اي فصل هتقول ايه؟ طبيعي جدا هتقول جود مورنينج. وانت ما ينفعش يا جماعه تكون رايح ديمو مقابله شخصيه وتتكلم بقى شويه عربي على الانجليزي، لا هيقول لك اطلع بره. لا انا داخل ديمو بقى مع السوبرفايزر، مقابله مع السوبرفايزر لازم اتكلم كله بالانجليزي. بعد كده والله بقى جوه الفصل ممكن تقول حاجات بالعربي مع العيال مفيش مشكله، لكن انا رايح مقابله شخصيه واتكلم بالعربي، لا طب ما ناخد واحد بيتكلم كله بالانجليزي احسن. تمام؟ يبقى انا الاول هقول لعلي يا جماعه جود مورنينج، فهيقول لك مثلا صباح الخير. ودلوقتي يا جماعه هم بيطلبوا من المدرس يقول مع المراحل الصغيره ازاي بالذات التاريخ النهارده ايه يا ولاد؟ وقف بديت today. يعني هم طالبين كده من المدرسين بالذات المراحل الصغيره انه لازم يسال عن التاريخ عشان عيني يبقى عارف تاريخ النهارده ايه؟ في عيال ما يعرفش من النهارده الثلاث ولا النهارده الاربع ولا الحاجات دي، طفل صغير عيني مش عارف حاجه. فيقول لك وات ذا ديت تو داي. مش فاهم يعني، يعني انا يعني يعني مثلا تقدر تدرس مات انجليزي؟ اقدر. ما انا كنت بالكم يا جماعه لو انتم لاحظين حاجه، لا من غير الكورس هيبقى صعب شويه انك تعرف تدرس. ليه؟ هو الكورس بس بيظبط لك بعض حاجات بيتهيألي، يعني هيبقى صعب شويه انك تعرف تدرس. طيب بص يا جماعه، انا هقول جود مورنينج، صباح الخير. بص يا جماعه انا برضو ممكن تبقى انت مثلا لو حد عايز يسالني اسئله مثلا خاصه، طبعا انا رقمي على الجروب على الواتساب، ما طبعا موجود في الجروب زي ما انتم عارفين بقى رقم الواتساب موجود، فما عنديش مانع مثلا لو حد محرج يسال سؤال على الجروب يسالوني على الخاص عادي، مفيش مشكله يعني، دي مفتوحه ما تقلقوش. طيب بص يا جماعه، جود مورنينج، صباح الخير. وات از ذا ديت توداي؟ اللي هو يا جماعه النهارده ايه؟ دي بيطلبوها في المراحل الصغيره، لكن انت مش هتقولها مع العيال الكبيره بقى، مش داخل اعدادي هتقول لهم وات ذا ديت توداي. تمام؟ دي رجاله بشنبات يعني، تقول وات ذا ديت توداي؟ لا، جود مورنينج كلمه شعب يا جماعه، دي بس مع الاطفال الصغار. عمل عليها ستارت دي مع سن معين اطفال الصغار عشان موجه نفسه بيطلب انك تقول كده. طيب today we will have، النهارده هناخد، وتقوم بقى ايه الاسم الايه الدرس numbers fractions مش عارف ايه اللي هو احنا بالعربي بتقول ايه، النهارده هناخد كسب fractions numbers. طيب دي اكيد هتقولها في اي مرحله هتخشها وفي اي سن هتخش هتقول كده، ودي النهارده هناخد كذا، النهارده هناخد كذا. بتقوم بقى لهم وراها على طول يا جماعه، انت طبعا متعود دايما يا اولاد النهارده هناخد الاعداد، ايه هي الاعداد دي؟ كلمه ايه هي الاعداد دي؟ تقول له وات اباوت نمبرز، يعني بالبلدي كده ايه هي الاعداد What about numbers? What about fractions? What about decimals? What about إذا دخلت بتشرح decimals today we will have decimals. What about decimals? Today we will have fractions. What about fractions? إيه هي الفراكشنز دي؟ وتبتدي تخش بقى في الموضوع. من أول بقى اللي جاي دي بقى هتقولها في كل حد. من أول اللي جاي بقى تخش في الموضوع بقى. تقوم جاي لهم مثلا إيه؟ عايز تقول له لو عندنا if I have this number أو if we have. If we have لو عندنا. ورص وراها بقى. If we have this number. لو عندنا العدد ده. If we have this fraction. الكسر ده. If we have this decimal. لو عندنا كسر عشر ده. وتقوم كاتب له طبعا حاجة على السبورة. إزاي نقرا؟ How can we read it? بس. اتكلمت انجليزي يا جماعه كله، ما اتكلمتش ولا كلمه عربي، كلمات بسيطه جدا. ايه يعني جود مورنينج وايه وات اباوت؟ انا بقول لكم الناس ما فيهاش رغي كتير،
ازاي المواد التانية؟ المواد التانية مشكلته الساينس عايز يقول له الجهاز الهضمي دايجستيف سيستم ومش عارف الجهاز التنفسي ايه، الانجليش برضو عايز كل الكلام بالانجليش وكلام كتير ومعاني كتير، الماث شويه حاجات بسيطه اللي انا قلتهم دول هو اللي بنستخدمهم كل حصه وطول العمر. الدباجه دي بستخدمها من اول كي جي 1 لحد ثالثه ثانوي. اكيد هاكل العيال هقول لهم صباح الخير، مش هسال بقى وات دي تو داي، تو داي وي ويل هاف، النهارده هناخد كذا، ايه هو كذا ده؟ انت طبيعي بتقول الكلام ده كله في كل حصه طول حياتك وفي كل مراحل. لو عندنا النمبر ده، لو عندنا المقدار الجبري ده، لو عندنا المش عارف، انت بتقول كده طبعا. وبرضه في كلمه زي فور اكزامبل، مثلا فور اكزامبل كمثال بدون كاتب مثال، عايز تقول له مثلا حل بنفسك، تراي بس يا جماعه تراي تو سولف ات، حاول تحلها yourself، حاول تحلها بنفسك. دي له مسألة مثلا problem I'll try to solve this problem، حاول تحل المسألة دي yourself بنفسك. وممكن تقول له please بقى، يعني please أباح. دايما يا جماعة لما تيجي تطلب حاجة من حد هم اللي دايما يقولوا please أباح، بليز تراي تو سولف ذيس بروبلم يور سيلف. مش هتغرق حاجه ما تقول بليز، لان هم الاجانب عندهم كده فعلا، لازم قبل اي حاجه يقول لك بليز، تمام كده من فضلك، تمام. واحنا حتى في مصر، ما احنا في اي دوله عربيه والعرب عامه بنقول من فضلك برضه، ما انت بتقول لواحد هات الباقي لو سمحت، خد الفلوس لو سمحت، مع بعض ما احنا زيهم برضه. فبليز دي راشقه عندهم في اي كلمه، زي ما عندنا احنا بنقول لو سمحت من فضلك، تمام. طيب فدول يا جماعه هصورهم، اتمنى ان انتوا بقى يعني انا ان شاء الله هنزل لكم الريكورد ده، ما تقلقوش على القناه بتاعت اليوتيوب، واتمنى طبعا ان اكتب لكم طبعا الكلام الكلمات دي، بحيث ان انا ممكن في بدايه المحاضره الجايه ان شاء الله اللي هي يوم الثلاث هطلب من حد من حضراتكم مثلا يشرح الدرس اللي فات، مش كاختبار ولا حاجه يا جماعه، عشان بس اشوف ايه يبقى عندكم جرأه، بس يعني عايز اجرأكم على الايه. وبعدين لما انت تغلط في حاجه قدامي انا مثلا مش هتريق عليك او اقول لك ما مش يطلع بره المدرسه، لكن انت لو رحت مدرسه وغلطت قدامهم هيقول لك انا اسف، هيقول لك اتفضل اطلع بره، ان شاء الله هنبقى نتصل بيك، مش عارف ايه الكلمات اللي انت عارفينها، الجمل المفيده دي، هيقول لك ان شاء الله يا مس هنبقى نتصل بحضرتك، ان شاء الله انا بتصل بحضرتك، ممكن يكونوا صادقين وممكن يكون بيقول لك كده ايه توزيعه يعني. فانا ايه، انا بقى مش لما تغلطي قدامي مش هوزعك يعني، بالعكس انا لما حد يغلط قدامي انا هقول له ايه الغلط، انت غلطت في دي يا مستر، كان ممكن تقولها كذا احسن، كان ممكن تقولها يا مستر احسن، ما مش لازم انا اللي ارد، ممكن زميل معانا في الكورس يقول طب وانا لو قلتها كده يبقى احسن، انا هنا تيم واحد ونتناقش مع بعض، لكن انا لما اروح مدرسه وفي الديمو مش هيسمع عليا، مش هقعد اصحح الاخطاء، مش هقعد يقول لي انت ليه ما قلتش كده وانت ليه، هو قاعد يسمع مني وشكرا، وفي الاخر طيب ان شاء الله هنبقى نتصل بحضرتك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويقوم جايب ايه مدرس تاني خالص هو مقتنع بيه وشرح قدامه كله بالانجليزي عشان حاجات عبيطه زي دي، تمام يا جماعه. فان شاء الله ارجو يعني ان اكون افدتكم بفضل الله يعني، وان شاء الله اشوف حضراتكم باذن الله على خير يوم الثلاث الساعه 5. معلش انا طولت معاكم النهارده بس شويه، على اساس ان طبعا بقى كان لسه على ما الناس ابتدت تدخل، بس يا ريت يا جماعه ما نتاخرش، حاول ما نتاخرش عشان بيبقى في ناس من حضراتكم، مش هقول انا يعني، بيبقى في ناس وراها ارتباطات يعني، مثلا ممكن يكون مدرس عنده شغل بعد الحصه دي. بس انا استاذن حضرتك يا دكتور، هو نفس الرابط؟ نعم يعني الرابط يبقى ينزل بدري بس شويه لو هيتغير. لا ماشي ماشي، حاضر حاضر، انا هبعت اللينك بدري شويه، هو بس الفكره ايه يا جماعه، ساعات ما ببعت لان عبال ما جالنا وفتحنا كان حاضر حاضر، هبعته بدري شويه، انا بس ببعته قبلها على طول ليه؟ ما انا ممكن ادي لكم لينك ثابت، بس بصراحه حصل معايا مشكله من فتره كده، بقيت ادي لينك ثابت يجوا الناس يخشوا عليه يقول لهم ذا هوست ان انذر ميتنج، ما اعرفش ليه، ما اعرفش ليه، فيخشوا اقوم اضطر ايه اقوم قافل اللينك. لا هو ممكن يبقى قبلها بحاجه بسيطه يعني، ممكن من 5 يا دكتور. ما انا هعمل كده، احنا معانا 5 يعني، ان شاء الله هبعت لكم 5 او 5 ل 10 يا دكتور.
مثلا 5 ل 10 كده ان شاء الله بعده، بحيث ايه ما يقولش بس الكلمه دي. تمام ماشي. معلش انا اسف، عشان لان عمل حصلت مع طلبه كتير ومع مدرسين. انت متخيل انت عمال يحاول يخش على اللينك يكتب له ذا هوست ان انذر ميتنج، اللي هو صاحب الاجتماع في اجتماع اخر. اجتماع اخر ايه يا جماعه؟ وانا قاعد مستني الناس، فلقيت الناس بياخد سكرين شوت ويبعتها لي، عمال يكتب لي كده، عمال يكتب. فبقيت ولو اقول ايه، 5 بقيت اقول لهم يا ل 10، جماعه طب لو ابعت 5 اللينك ل 10 بتاعي. هيبقى كويس يا دكتور. بقيت اما ابعت اللينك في ساعتها بقوم داخلين عليه، ما بتحصلش المشكله دي. فهي مش ناقصه تضييع وقت بقى ان انا ابعت تمام. لحضراتكم لينك ويقول لك المضيف في اجتماع اخر، نقعد نبعت لينك تاني. طب فبقول ما لا، طب انا ابعته في ساعتها، يعني ابعته لحضراتكم مثلا ان شاء الله قبلها مثلا ب5 دقائق. احنا بس كانت اول مره طبعا، عشان لسه برضو ايه، ناس ممكن تكون لسه مش عارفه الميعاد، ناس بتاع. انا بس بقول كده ليه يا جماعه؟ انا كده كده زي ما انتم شايفين بقعد اعيد وازيد في الحاجه، بس الفكره بقول بس عشان حصلت معايا في الكورسات اللي فاتت، بيبقى في ناس مثلا اسره مرتبطه بميعاد دكتور الساعه 7، مش عارف مدرس عنده شغل الساعه 7، فبيبقى مسستم نفسه. فلما مثلا الزملاء بيتاخروا فهو بيضطر يتاخر شويه، ف انتوا عارفين ظروف كل بيت يعني، فاهمين اقصد يا جماعه؟ بس ادي الفكره. فالنهارده بس طبعا انا زي ما قلت لكم، النهارده انا يعني رغيت شويه في الحاجات اللي حوالين الماده، بس الحاجات دي يا جماعه مهمه جدا وما حدش هيقولها لكم. الحاجات اللي انا قلتها لكم دي اللي هي ثانيه واحده بس، هنا المايك معلش، اللي فاتح المايك بس، اللي فاتح المايك يا جماعه لو سمحتوا اقفلوا. لا اقفلوا. الحاجات اللي حوالين الماده دي يا جماعه مهمه مهمه، لان انا طبعا داخل مدرسه زي ما قلت لحضراتكم لازم اكون ملم بالحاجات دي، لازم اكون عارف فروع مادتي اسمها ايه بالانجليزي، عارف يعني ايه مسطره وبراءه واستيكه وبرجل بالانجليزي، عارف اسماء المراحل. واحد يقول لي هتشتغل اليمنتري ولا هتشتغل هاي سكول، او ما اقول له يعني ايه اليمنتري؟ هشتغل اليمنتري، انا مسستم نفسي على اني اشتغل ثانوي، اقول له هاي سكول. فاهمين يا جماعه قصدي؟ فان شاء الله اشوف. انا اسف طولت على حضراتكم النهارده، بس عشان اول محاضره بقى على مدى دخل وده طلع والكلام ده، ان شاء الله هيبقى باذن الله المره الجايه من 5 ل 7، مش هنطول ما تقلقوش يعني. اللي هو ميعادنا ان شاء الله من 3 ل 5 ل 7، واشوف حضراتكم على خير ان شاء الله. سلام عليكم.